السلام عليكم، معكم دكتور محمد دياب طبيب أسنان من الانترناشونال كلينيك. قبل كل شيء بحب بهني كل مراجعيني بشهر رمضان الكريم ومقلل رمضان الكريم إن شاء الله شهر خير على الجميع. اليوم بدي أحكي عن موضوع كتير مهم بيسأل فيه المرضى، اللي هو جفاف أو رائحة الفم الكريهة اللي بتطلع برمضان واللي سببها جفاف الفم. طبعا كلنا بنعرف الصائم بدون مي ولا شرب ولا أكل ممكن يكون عنده معدة فاضية. المعدة الفاضية هاي بتسوي شوية غازات، بتطلع شوية غازات على الفم، هي اللي بتسبب رائحة الفم الكريهة. فبدي أكد بليز على كل المرضى تبعولي أو على كل المراجعين إنه يستعملوا فرشات أسنان قد ما فيهن، يستعملوا غسول الفم مرتين أو ثلاث مرات باليوم، هذا كتير منيح. وزائد الخيط طبعا اللي هو بنعتبره إحنا سلاح مهم كتير لألنا.